مشاهدينا، نشاهد هذه المظاهرات التضامنية مع قطاع غزة في عدد من المدن الأوروبية كما يظهر على الشاشة. فرايبورغ في ألمانيا خرج فيها المتظاهرون دعما للفلسطينيين في قطاع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر. فلورنس كذلك في إيطاليا، نتابع على الشاشة. أوبسالا في السويد وفيينا في النمسا، مظاهرات ترفع فيها الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبممارسات الاحتلال منذ 7 أكتوبر في القطاع. وتدعم هذه المظاهرات الفلسطينيين وتدعم من هم داخل قطاع غزة ويتعرضون للعدوان منذ 7 أكتوبر.